مشاهدينا الآن إلى فقرة تراند وأبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ارتفعت أسعار الوقود المحلي في مصر بمقدار 75 قرشا للبنزين من درجتي 80 و95، بينما زاد سعر لتر البنزين ذي الدرجة 92، وهو الأكثر تداولا بين المواطنين بمقدار جنيه واحد. وأعلنت وزارة البترول المصرية قرارها بتذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لكن القرار الحكومي هذا أثار رفضا واستهجانا واسعا من المواطنين المصريين. فكذب مغرد أن زيادة أسعار البنزين تأتي بالتزامن مع موجة الغلاء والاحتكار قبيل بداية شهر رمضان، ووصف أحد المغردين الحكومة بحكومة الجباية متحدثا عن إخفاقها في السيطرة وخفض أسعار السلع. تذمرت مواطنة أخرى من هذا القرار قائلة إن الأعباء ستزيد عليها لأنها تستعمل الميكروباص يوميا. ومواطن آخر لجأ إلى السخرية في تعليقه متسائلا عن وجود بنزين برازيلي، في إشارة إلى لجوء الدوائر الرسمية لاستيراد دجاج برازيلي في الأونة الأخيرة. واسم البنزين مشاهدين جاء في المرتبة الأولى لقائمة التغريدات في مصر، إذ حقق تفاعلا وصل إلى أكثر من 600 ألف في حين بلغت التعليقات نحو 40 ألف، أما المشاركات فبلغت نحو 320 ألف مشاركة. ذروة التفاعل مع هذا الموضوع سجلت اليوم من خلال 500 ألف بين مشاركة وتعليق. وكنا قد طرحنا عليكم سؤالا عبر تويتر جاء فيه: زيادة أسعار الوقود في مصر هل أصبحت إجراء روتينيا دوريا؟ وقد جاءت نتيجته على النحو التالي: 84% أجابوا بنعم، في حين أجاب بلا 16%. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المستشار الاقتصادي السيد وائل النحاس. أهلا بك سيد النحاس معنا. يعني وفق ما جاء في الاستفتاء أصبحت يعني زيادة الوقود زيادة روتينية تتكرر بشكل دوري، لكن السؤال الذي يطرحه الجميع: إلى متى ستستمر موجة هذه الزيادات في مصر؟ سؤالك مهم جدا، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. عايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان القرار ده جه متاخر تقريبا حوالي شهرين، والمصريين بالكامل كانوا يتوقعون هذه الزياده، ولكن الحاله المزاجيه للمواطن المصري النهارده اصبحت سيئه جدا، فاصبح لا يتقبل اي قرارات فيها ارتفاع للاسعار او زياده في اي نوع من انواع السلع سواء الهامه او غير الهامه. بنيجي النهارده بنتكلم مع قرب مصر النهارده من المراجعه الربع السنويه مع صندوق النقد الدولي، وهو في شهر مارس القادم الحالي، فبالتالي لازم مصر تقوم بعمليه تشيك ليست انها بتقدر تراجع كل متطلبات الصندوق، من ضمنها هو بالفعل لازم اخفف الدعم على المحروقات والطاقه وما شابه ذلك. احنا بنتكلم تقريبا الدعم ظهر في الفتره الاخيره بقرابه حوالي 282%، يعني احنا بنتكلم حتى زياده لقرابه حوالي 10% دي لا تقدر بنسبه زياده الدعم او فاتوره الدعم الكبيره جدا اللي الصندوق بيطلب من الدوله المصريه التخلي عن هذه الفاتوره وعدم الالتزام تماما ومطلقا باي معايير سواء بالمعادله او حتى فتره احتساب هذه الارتفاعات. يعني احنا بنتكلم انه ممكن ان احنا نتفاجئ ايضا الشهر القادم ولا زي ليه ارتفاعات مستمره. احنا بنتكلم الفاتوره عاليه جدا، كل ده تقريبا من نتاج او فاتوره التعويم او تخفيض قيمه الجنيه مقابل الدولار ادى الى تفاقم هذه المبالغ وهذه الارقام الكبيره جدا من الدعم. ولكن اللي احنا بنتكلم عليه، هل الدوله المصريه عالجت هذه الامور بقوه وبحجه قويه وبحنكه؟ اعتقد احنا اخطانا في التعبير. لو خدنا النهارده المقارنه بالفعل سياسه التيسير او التشديد اللي تبعتها اوروبا عشان تقدر تسيطر على ارتفاع الاسعار، شفنا النهارده 15% ارتفاع في الاسعار وقرابه 13% انخفاض في اسعار الطاقه، مما عمل نوع من انواع التوازن. ولكن هنا احنا رفعنا في سياسه التجديد الاسعار بالكامل، ونديك تكلفه التمويل وما شابه ذلك، وايضا قمنا بارتفاع اسعار النهارده الطاقه والمحروقات وما شابه ذلك، يعني تضخم متتالي بصفه مستمره. يعني انا ممكن اقارب النهارده لقرابه منطقه 37 او 38، وهي اعلى قمه للتضخم اللي ما حصلتليش في 2017 بعد التعويم. يعني انا النهارده اخطات في التعبير. طب انا اعمل ايه؟ اعالج ايه كدوله
النهارده وانا عارف المصادر بتاعتي ضعيفه جدا. الارقام اللي قالتها الدوله المصريه لازم نحللها كويس جدا. الدوله نجحت انها تعمل 61% بالفعل فائض النهارده او ايرادات زياده النهارده من تصديرها للكهرباء بقرابه تقريبا حوالي لوصلت ل 106 مليون دولار. يعني انا نجحت اقدر اعظم الدور ده كله. عندي النهارده قدرت اصدر النهارده فاتوره اخرى للبترول وما شابه ذلك من الغاز اوصل لمنطقه 18 مليار دولار. انا نجحت ان انا اوصل الكلام ده كله. يبقى لازم كنت اعمل كله سله واحده، احط الدعم مع سله النهارده كل ما تمتلكه الدوله المصريه من ما يمكن تصديره من منتجات الطاقه او بترول والغاز وما شابه ذلك عشان اقدر اقلل من الخساره اللي بتتم النهارده في فاتوره الدعم وعدم احرك للمواطن المصري. لان الخطا الكبير للدوله عملته النهارده لما رفعت اسعار النهارده الفايده داخل القطاع المصرفي وشهادات النهارده داخل القطاع المصرفي ادت الى تضخم جديد، ولكن المواطن البسيط هو بالفعل النهارده اللي بيتاثر بالسلب، والمواطن اللي معاه النهارده المتوفر او الحاله الماديه بتاعته متيسره خد عائد. ومدى تاثير ارتفاع هذه الاسعار عليه، كيف يعني سيؤثر هذا على المواطن وكيف سيتعامل المواطن المصري اليوم مع هذه الاسعار خصوصا ونحن يعني على ابواب شهر رمضان؟ بالفعل صح صح كلام حضرتك مظبوط جدا لسبب واحد. احنا بنتكلم في حاله مزاجيه كده بتعم الدوله المصريه او المواطن المصري قرب شهر رمضان، وهو حاله البهجه والراحه النفسيه والروحانيات وما شابه ذلك. كل ده تقريبا الطاقه الروحانيه دي بيتم تفريخها في شهر رمضان، سواء من ناحيه ان هو العزومات لمه العيله السهر الفسحه وما شابه ذلك. وعندي قطاعات كبيره جدا من الدوله المصريه بالفعل تم تدميرها في فتره الكورونا زي قطاع الفنادق وقطاع الخدمات وما شابه ذلك. كان لازم الدوله تتاخر في القرار ده شويه عشان تشجع القطاع ده يشتغل، قطاع السياحه عشان ياخد قطاع كبير جدا من الشعب المصري يقدر النهارده اذا كان اللي عايز يسهر ومعاه فلوس يسهر، واذا كان بيشتغل في هذه القطاعات اللي هي الفندقيه والخدميه وشبه ذلك يقدر النهارده دخل دخل زياده لاسرته ويقدر يتعايش في ظل النهارده ارتفاع الاسعار المتتالي داخل الدوله المصريه. هنا بقى بنتكلم النهارده، هل النهارده ارتفاع الاسعار خاطب انهي فئه من الشعب المصري؟ بالعكس ده خاطب الطبقه المتوسطه وما دون هذه الطبقه، لان النهارده بنتكلم على ارتفاع اسعار المحروقات الخاصه بالتمانين والخاصه بالغاز الطبيعي اللي هو خصم السيارات والخاصه ايضا ب 92، كل دي طبقات متوسطه بالفعل وما دونها بذلك، يعني بيخاطب النهارده الناس اللي بتركب الميكروباص، بيتخاطب النهارده الناس اللي بتعملوا التاكسي، بيتخاطب النهارده الناس اللي بتاخد الاوبر، كل حتى بما فيهم التوك توك البسيط. يعني النهارده زياده تكلفه اعباء النقل النهارده فتره مدارس وفتره امتحانات وفتره عمل وفتره دراسه وقبل دخول شهر رمضان اللي بيحب النهارده الخروج هيؤدي الى تقليص النهارده المصاريف للدوله المصريه مما يزيد من الركود ركود. يعني احنا بنتكلم الركود هيصبح ركود ضعف النهارده وتتازم الحاله اكتر واكتر، سواء عشان القطاع الفندقي اللي كان بيحلم النهارده او الخدمات الفندقيه ومش عارف كان بيحلم ان موسم رمضان النهارده هيبقى موسم جيد بالنسبه له هيتاثر ويتاثر بيه العاملين داخل هذا القطاع، بخلاف الاسره المصريه نتيجه ارتفاع الباهظ والمتتالي تكلفه النقل والمعيشه هيؤدي الى تكلفه ايضا اخرى غير مباشره وهي تكلفه النقل، لان مكونات كل النهارده السياره او النهارده ما يتم انتاجه هيغلى، الاطارات النهارده البطاريات السيارات مكونات النهارده القطع الغيار كل ده هيؤدي بالفعل الى ارتفاع التكلفه سواء في الشحن ونقل حتى لو لم يتم تحريك السولار او البنزين. فاحنا بنقول على الحكومه انها تدرس مره اخرى انها تضع الجميع في سله واحده وتبتدي تخفض النهارده من تكلفه الدعم عن طريق انشاء عوائد من خارج الصندوق وليس من داخل الصندوق عن طريق تعظيم القيمه المضافه للغاز وما شابه ذلك. نعم ابقى معي سيد النحاس متابعه لهذا النقاش، تنضم الينا مجموعه من الضيوف عبر تطبيق زوم، أرحب بكم جميعا وأبدأ مع سيد عمر سمير وهو باحث اقتصادي مصري. سيد سمير، كيف يفسر هذا الارتفاع في أسعار الوقود في مصر؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبضيوف الكرام. هو هذا الارتفاع هو ارتفاع دوري وروتيني كما أضاف ضيفك من القاهرة، وفقا لالتزامات الحكومه المصريه ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، فمصر ملتزمه بتحرير قطاع الطاقه تماما، و بل ما نتمناه ايضا ان يكون يعني التحرير يعني ملتزم بكلمه تحرير تماما، يعني على الاقل اذا كانت يعني اذا كنا ليبراليين او نيو ليبراليين فلنكن لاخر الخط. انما مشكله اليه التسعير ان الحكومه المصريه طيله هذه الفتره ترفع فقط عندما يرتفع الاسعار، انما لم ينخفض اطلاقا، يعني لم تجري الحكومه المصريه اي تخفيض على اسعار المحروقات منذ اقرت هذه الاليه للتسعير كل 3 أشهر. طبعا انا ضد رفع هذا الدعم عن الطاقه تماما، يعني لانه في حاله مصر عندنا 32.5% من المصريين تحت الخط
ودي بيانات الحكومه لحد 2018. ما اعرفش الوضع دلوقتي ايه، ولو ان اظن الوضع دلوقتي اكثر كارثيه بالنسبه للمصريين بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه والتضخم اللي حصل السنه اللي طوال السنه الماضيه، والتضخم اللي بيمس الفقراء تحديدا، لان تضخم الفقراء في مصر مرتفع جدا، مرتبط بارتفاع اسعار السلع الغذائيه في مصر. نعم، هذا وهي الامر أكثر كارثي، الفئات لان معدل المتضررة الارتفاع في اسعار السلع الغذائيه من ارتفاع هذه اضعاف المعدل العام، يعني الأسعار. السلع شكرا الغذائيه لك بترتفع اكثر سيد بكثير من سمير. أنتقل إلى السيد عبدو ماذون وهو عامل مصري. سيد عبدو، يعني مع تكرار ارتفاع الأسعار في مصر، كيف يؤثر هذا على معيشتك وعلى أسرتك وعلى حياتك اليومية؟ هو انا والتوضيح، بس انا عامل مصري بس عايش في كوريا الجنوبيه. انا عامل في كوريا الجنوبيه، انا سايب مصر من فتره. نعم. بس هو طيب لو للاسف هو تعطينا بيأثر على كل الناس. مقاربة واضح، لا يعني عذرا لم نكن نعلم بأنك في كوريا الجنوبية، شكرا على التوضيح. طيب لو تعطينا مقاربة على حياة العامل المصري إن أمكن ذلك من خلال ارتفاع هذه الأسعار. الحقيقه انه الاسعار البنزين بتضر المواطن في كل حاجه. يعني على سبيل المثال، لو واحد رايح شغله، عامل، موظف، دكتور، هو بالتالي احنا اصلا ما عندناش مواصلات عامه متوفره بشكل جيد. المترو نفسه اسعاره غليت. بنتكلم لو احنا عندنا مثلا طفلين، اب عنده طفلين وهو وزوجته عامله، فهو بيحتاج قد ايه دفع في المواصلات، بالذات انه هيزيد البنزين، فهيزيد الميكروباص مثلا او هيزيد التوك توك اللي هو في كتير من المناطق الشعبيه بيستخدموا هذا التوك توك. بالاضافه انه مثلا لو هنتكلم على انه حد معاه عربيه بيقدر يوصل حاجه معينه او هيضطر يركب اوبر او تاكسي، كل ده بيزداد عليه عبء اصلا. بالاضافه انه تغليه الاسعار كلها، هو السوق كله مرتبط ببعضه. فكره انه زياده البنزين او زياده الكهرباء او زياده اي شيء في مصر هو هيكمل في باقي الدوريه، لان الدوريه الاقتصاديه دوريه لا تكون من دائره واحده، لا هي دوائر متقاطعه. بالاضافه انه على سبيل المثال، اللي بيحصل النهارده هيؤدي بشكل كامل الى هو في حاليا تضخم، ولكن هيبقى في ركود تضخمي، انه هيبقى في الناس معهاش فلوس تشتري، وفي نفس الوقت الاسعار بتغلى كل يوم. فالحقيقه انه الدوله ما بعد الانقلاب العسكري هي بتنتهج نهج اقتصادي قائم على شروط صندوق النقد الدولي من 2016، وقائم على انه احنا ما يهمناش المواطنين، احنا يهمنا ان احنا ازاي نبتدي نأسس لنظام فارض سيطرته، نعم وبياخد معونات دولية وديون تتراكم على الشعب واضح، المصري شكرا سواء في لك. الجدة أعود أو في إليك الأجيال القادمة. دكتور النحاس، يعني ماذا عن الأسباب التي ساقتها الحكومة المصرية من خلال هذه الزيادة؟ ذكرت بأن سبب هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع أسعار خام برنت. برأيك هل هذا يتوافق مع حقيقة الوضع، أم أن هذه الأسباب لها علاقة ب أو مرتبطة بصندوق النقد الدولي؟ طبعا المعايير المعادله نفسها من اهمها بالفعل تحريك سعر المنتج النفطي عالميا، ولكن المنتج النفطي العالمي هو مستقر ما بين منطقه ال 78 دولار حتى منطقه ال 85 دولار، ولم يتاثر به بالفعل يعني نتيجه المعادله. ولكن تخفيض سعر الصرف او تخفيض قيمه الجنيه هو بالفعل ده اللي ادى الى تفاقم الازمه، وزي ما قلت لحضرتك ادت اللي بالفعل زياده فاتوره الدعم الى منطقه 282% على السعر السابق اللي كان موجود في قلب الموازنه. ده تقريبا اللي ادى الى زياده تفاقم الازمه لفاتوره الدعم. وايضا قرب مصر النهارده من مراجعه ربع السنوية لصندوق النقد الدولي ادى لاتخاذ الدوله المصريه هذا القرار السريع والمفاجئ بالنسبه للمصريين، بعد ما تقريبا ما اتاخرنا شهرين وقلنا للدوله بالفعل سيتم التاجيل، ولكن الصندوق بكل منتهى الصراحه ادى للدوله المصريه الضوء الاخضر. العبي بعيد عن المعادله السعريه تماما، العبي بعيد عن الفترات الزمنيه للاجتماع الدولي تماما، فبالتالي هنا بيديها ضوء اخضر انها ممكن ترفع كل شهر، ضوء اخضر ممكن ترفع بدل 10% ممكن تبقى 15 او 20%، واحنا بنتكلم اذا كان بالفعل حركنا السعر 10% وفاتوره الدعم لسه 282%، يعني
يعني انا بقول النهارده هل المواطن المصري اللي دوله مصريه عشان كده لازم توجد حلول سريعه هيتحمل سعر برميل سعر النهارده لتر بنزين يقارب منطقه ال 24 جنيه؟ اعتقد لازم ندرس النهارده الموقف ولازم نذاكره كويس جدا ونشوف حلول بديله، لان انا لو مشيت ورا الصندوق هيأزم لي الدنيا اكتر، لان ده هيزود من عجز الموازنه اكتر واكتر، هيزود من الدين اكتر واكتر، هيقدر تفاقم الاسعار اكتر واكتر، عدم استقرار الشارع اكتر واكتر، عدم استقرار الاسعار اكتر، الاقتراض اكتر. يعني انا بتكلم النهارده دي كره ثلج، ازاي امشي ورا الصندوق في فكره زي دي؟ وزي ما قلنا في البدايه عندي بعض الارقام مش اشتغل عليها، بلاش اصدر غاز خام النهارده وسعره نزل عالميا قرابه 75%، اصدره في شكل الاسمده، اصدره في شكل النهارده الهيدروجين الازرق، اصدر النهارده في شكل النهارده اي منتج النهارده قابل لتحويله الى قيمه مضافه، وهكذا المحركات وهكذا المنتج النفطي وما شابه ذلك، حتى الطاقه اوصل للحد او الحلم بتاع ال 2 جيجا وات ما بيني وما بين قبرص واليونان، هنا لازم يحصل النهارده شغل بره الصندوق، انما اجري ورا صندوق النقد الدولي في الروشته بتاعته اعتقد هيأزم الازمه اكتر واكتر. نعم، انتقل الى السيد محمد سعيد وهو رائد اعمال مصري. سيد سعيد، رفع اسعار الوقود كيف سيؤثر هذا على مصاريفك الشهريه؟ نعم، أزمات بعضها فوق بعض، كل أسبوع تقريبا بيكون في فقرة بنختص بها إن احنا نتكلم عن أزمة جديدة يمر بها المواطن المصري. حاليا بنتكلم عن الوقود، الوقود وشريان الدم بالنسبة للإنسان المعاصر، فأي تأثير على الشريان ده هيأثر على الإنسان أو على المواطن الطبيعي. التاجر بالنسبة لنا في التجارة، السلعة بتاعتي أنا قبل ما أسعرها بكون شايف هتمر على مراحل إيه علشان توصل للسوق بتاعها. فالحكومه تعول على ان التجار بيكون جشع التجار في الازمات، والتجار هم اللي بيغلوا الاسعار، ولكن الحكومه لا ترى ان التاجر بيحاول يامن نفسه من الخساره، وليس ان هو بيكون جشع او يحاول استغلال الازمه. المواطن المصري وضع انساني، فهو مواطن يضرب ويتالم ولا يستطيع ان يصرخ. حياه المواطن تعتمد على عده عوامل تنتهكها الحكومه اجمع باسم رفع الدعم، والدعم ليس هبة من الحكومة للمواطن، إنما هو حق للمواطن المصري عند الحكومة. التاجر. نعم. شكرا لك سيد محمد سعيد على هذه المشاركة، كما أشكر كل ضيوفي عبر تطبيق زوم، وأخص بالشكر المستشار الاقتصادي الدكتور وائل النحاسة.